الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بالأحياء عند ربهم يرزقون. تم بعون الله تعالى تشكيل كتيبة طارق بن زياد في ريف دير الزور قرية الكشمة التابعة للجيش الحر. وبعد ندعو أخوتنا وأبنائنا المقاتلين في الجيش الأسدي للانشقاق عن هذا النظام الخبيث والالتحاق في صفوف الثورة المباركة. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. عاش السورية حر أبيه.